رغم السواد اللي عم بيخيم على الأوضاع السياسية والاقتصادية والبيئية بلبنان، كلام الناس ومن جمهورية الأمل اللي أطلقها بأول العام يضيء على مبادرة ثقافية فريدة أطلقها توني سلامة هيدا الأسبوع عبر أشتي فاونديشن. عم بتشوف أول مرة كونسبت بالعالم وين بيفتح متحف وحده بيفتح محلات تجارية. أكيد هالمحلات التجارية هي كأنها بمبنى مختلف، ولكن هن في من وراء هالسكن يلي بتجمعهم يلي هو هالبنى الماتيريال، وقدرنا نوظف هون بحدود 400 عيلة بالقسم التجاري. بس كل هالشي هو لنخلق متحف لحتى يرجعوا الناس يصير عندهم متحف للكونتمبري آرت، للفن المعاصر، لحتى نجمع هالفنانين اللبنانيين والفنانين الأجانب. ومشان هالشي جبنا أهم فنانين بالعالم. أشتي فاونديشن لبنان عم تعيد وضع بيروت على خارطة عالم الأزياء والفن والثقافة والمتاحف المعاصرة بالعالم. هالمشروع اللي تطلب 5 سنين من العمل المتواصل تم تصميمه على يد أحد كبار المصممين بالعالم. This form is generated from my thinkings about water and motion and to kind of think about the rich heritage of the region to make a new modern style out of it. إلى جانب المجمع التجاري خصصتوني سلامة المساحة الأكبر لعرض المجموعة الخاصة فيه من أهم رسامي ونحاتي العالم، وذلك عبر مؤسسة أيشتي للمعارض اللي صممها ماسيميليانو جيونو. It's an institution dedicated to contemporary art in a scale that doesn't exist here in Lebanon, and the features a collection that it's quite important. حضر الافتتاح 2500 شخصية من المجتمع اللبناني، لكن الأبرز مشاركة أكثر من 500 شخصية فنية وثقافية من العالم أتت للمشاركة بالتظاهرة الثقافية الضخمة واللي كتبت عنها الصحف العالمية وخصصت لها نيويورك تايمز الصفحة الأولى. اليوم هالمتحف هذا عم يحط بيروت على ساحة الفن المعاصر بشكل كبير، وعم يجعل منها هي محطة أنظار العالم كله اليوم، ونحن كتير فخورين بهالسرح الفني ويعطيه ألف عافية. لبنان أو بيروت بالتحديد هي عاصمة الفن المعاصر بالعالم اليوم، اللي موجودين من لبنانيين ومن خارج من العالم هن اللي بسموهم بالانجليزي movers and shakers بالفن، والشي بكبر القلب. من اهم المعارض في العالم، بس كمان المهم هو الاحتراف والابداع اللبناني في التنظيم وايضا الفنانين اللبنانيين الموجودين. مبادرة سلامة من شأن الترويج للفن الحديث ودعم عدد من الفنانين الشباب عبر تأمين المساحة لعرض اعمالهم. هون عرض مجموعة صور اشتغلت عليها لمدة 12 سنة من سنة 2000، أخذت أفلام خالصة مدتهم بصيدا، صعب واحد يقدر يصور فيهم، حطيتهم بكاميرا خصوصي وجربت أعمل سري عمدة 12 سنة صورت فيها هيك يعني كل العالم. What Tony has done here is remarkable on a world level, not on a local level. بالختام، تشكل هالمبادرة اليوم مساحة للتلاقي بين الفن المعاصر اللبناني والعربي والدولي، وتجمع ما بين الإبداع والرقي والثقافة لإظهار وجه لبنان الحقيقي مش وجه لبنان الزبالة.